السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناتنا عريف نوت، تحية لكم. السلام أزول ماني مهجم غدا خرني غبر ريف معنا أكي ومومتهم مورا درب دا سانيتا زي هندين تنا النظار نسقار قوب نغن سيغ فوس إمارا المظلومين إمارا الضعفاء إمارا وني تعرضني شان حاجة توجبو التنية خدمة للمواطنة الحقة، خدمة لهذا الوطن والمواطنين. قيس ذاتي المحكمة ذاتي الفوسينا الابتدائية ننظر ماني ذيني خسير سنت مازيخت ذاني تايجن زين بين ني إمنعا نهارا ويترجى أنه سيعرض أمام المحكمة الابتدائية للبث في القضية ديال النصب والاحتيال نيجن الودادية يوذان كتازي 201 تواصغين تماث توكشين يجن القسط باش تصغن تماث خيجن ونيتا يجن الاستاذ التعليم الثانوي اللغه الانجليزيه ومعروف ذي النظار وباباس نشتنين تحوذريين معروفه تيشتن تغات ذي الفنانه نيغ ذي المغنيه ويشتن النغني كذلك زي المؤثرات نيغ بين قوسين المؤثرات التواصل الاجتماعي بابات سنت ما مش غنتحس ولا نتشين انت حس خير سلام الضحايا السلام عليكم خير سنا ريفينو من دغاثيني من دومي وقع نعاود الله يرحم الوالدين ولكن تولى ذني تاجل من عشرات وذان الضحايا وذان ديم قران ندير سنين حشومه تولى ذني تا المحكمه وسني يقيم بو العمر للمحكمه وسني يقيم بو انه ذكاف سن زاتي المحكمه من يوقع السي كمال من دغاثيني. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تشكر الاخ مراد سلبادير نس يوز دي تضامن كينا زي المنبر نشكا عود موقع عرفينو يكن يتضامن وجبو دي جمعان يختنني ماني غيستيوض المعاناة من الرأي العام من يوقعان بصفة شمون خارط دي الودادية يا زي 2008 وفي نفس الوقت تقر نائب الرئيس مي وثفغ المكتب اكتشفت اختلالات مغانت تقدم غا وين غا المحكمه قال اجراءات النغر خذو نهارا اقصي دانيتي نقدم فيه الرئيس الوداديه ونتراجع ماني غاث القضيه من غاثيني النيابه العامه. سي كمال مانا كارن ساس ثنقيدين مش نقان شين خفينا خ الحروف ثني دايز بو 2008 يعني 14 سنه. صحيح. 14 سنه انت يتوي ذا وميتار كيما كيشان خطوات وديا تفقم والو ما مش. الاخ مراد 14 سنه بالفعقه وجبو الطم مزيان تقرخو ذي سي وذان ما مدش غاني الله يرحمهم وفريح نسمانايا ووسط نعاودو غايزان نوني 14 سنه نشين اكس سيده وانيتين نوفكس على اساس نخارط في وداديه سكنيه ان نغفر كي نهايا مزوا يوشا نغد في وريقين نقاش قديني اختيارات يا ارض في يا ارض صالحه لل يا قطع ارضيه نغمش سكان نغفيلات نغشوقه كنا شخضان من تقسم كل شيء موجود ننخارط في اخر المطاف دي يمكن دي 2014 اذا نكتشف وركي السيت بغيت مطال هذا غيوش المعلومات خطموهني ايت مطال نكتشف بان ارض فلاحيه يعني ذا مزوات باش نشرح هي ثمثنا مرة ذا مزوان نوم قال البقعة الأرضية صالحة للبناء هذه سيرين يعني ديبتي فيلا هذه سيرين ثوذرين أخ مراد الشين والسور بصق مموها أقل وثائق ما تثبت منايا من قارقين غالية هو أنا اكتشفت بلي أرض فلاحية في 2014 من اكتشف بأن أرض فلاحية كيس طرق حبية ماذا غيار 8 8 غاوية شحال 8 مرن كارن سقسام شحال من مخاريط وكذلك شحال 8 إذا ستوشين حسب التصريح نسنت ق 264 منخاريط وكل منخاريط ذي نيوشين زي 12 مليون 17 مليون و650 17 مليون و650
زيد 10 مليون دي 256 منخفض 264 منخفض 64 اذا الملايير نستور ذني الملايير نستور خ الملايير ذني تاع المنخرطين واش كاين المنخرطين ما عطوش يعني تنجد الملوك كاين اللي عطى مليون كاين اللي عطى جوج المليون حتى اللي يعني النسبه ما كملوا العدد يعني كانوا كيستناو كيف غادي يخرج الحاله ولكن هذا الشيء راه طول يعني حنا بغينا المحكمة تنصفنا على هذا السيد رجاء راه عنده هنايا دابا يشوفوا شنو غادي يديروا معاه حنايا راه مع المحكمة اللي دات هي هذيك مزيان بغينا رزقنا وبغينا يعني الحل لهذا الشيء من دغ ثاني يعني بوذارك انه مين تتارى من خو شي مين غنتاق انت غير حق النغوه هو غنغمين غنشوف كي السيده نقا كيس حلول وديه حبيه نكتشف ديت العراقيل نتيت انت تكن وما يمي حمده ودي تفغ المشروع الى حيز الوجود ما يمي كي دي اختلالات مغان تتصل ممتاز القارب غش حد النغني نسير سنت مازيخت زعما هذا خصو يور سنت مازيخت الله يرحم الوالدين خو ست مازيخت شك يعني ما مش تقدر تعرف ذا بعد داخل الوداديه الوداديه يا مسطان اجو اجن مي قتيتي ديال الخارج غاش يمدوك الناس غاش يمدوك الناس نخارطو غنخارط هكذاك السيد خنيني هنا في وين ديني فهمت واخا مشينا تما العدد اللي تما ينزل طوينا ثم في المنيه من بعد ان الكفيلات من بعد ان البناء اتفاق الشوك قال بناء واخا كره ماري قال نهار في وش نهار في وش جو باريوس غريب يا قصافي المواطنين قا قصافي اختصاص التجهيز تما يخرق نواقضي واقع كلشي نقري الثقه السيدات رجل تما التعليم التعليم اللي دا السيده نقري الثقه يوسف غارين يا قا قال التجهيز اني غتحط فيه 6 8 واخا نروح جوج نقدر نعش واعقير واستبدل مليون و500 هنا مليون استشارك مني اني غسالي مشى نمشي اني يروح نسقان الخزينه خد السوق من بعد يبان دوالي اني والو ثم الفيل حتى ان نصافي نشد ثم نتعب وثانيا يقالش قصر سيج الثمن الثمن وات سكويش هذا الثمن ينجق غاري زبل واحد ديال مسقان غاري الطرق زي تما في مثل غاري الطرق ينوكيغ في بديت تما قارب يتراوغ يتراوغ زي السنين رد السنواري بينو والو شنتمنى تما العداله مسقان تخزع هذه القضيه هي اما ديال 8 هنو وإما غادي يستخدم واحد لأن غنخزر من مشكل خزر العدالة ما كيستخدم الإجراءات. شكرا التصيد أنا ما مشيت ولا 100 ماسوي 8 عز سير سنت مازيختينا مجموعة من الضحايا من بين 264 مش تسريم سير السنسن كوريجن يوكشاسي جن الثمن يغيجن النصيب قطوا قسمنت خل أشطور مش ديو ساخير السنسن وذيني بأنه السيدة رجل التعليم يعني أستاذ اللغة الإنجليزية لجن الثانوية معروفة ذانيتا ذي النظار. يستغل ذنيتا مجموعة نيوذان توخصنا تصغن البقع أرضية يوهمي ثان مش ذنيتا يطاس كذلك الوداديات أخاص تنسلط الضوء من بعد الطاس الضحايا قين ذنيتا التشان سياسة من النصب والاحتيال عبر وداديات ذينا أخاص نكشف إن شاء الله عبر تحقيقات صحفية حكومة مراد هربال لإخوانا نهارات طلب نزيل عدالة أواني رمي النيابة العامة ثقاش شغر الناس والسيد رخو يعني سيعرض امام انظار القضاء يجا من المحتمل انه اتنصف ان شاء الله كلنا ثقه باش تنصفني وذانا مشنان ليسني وذان موثن ليسني وذان وزرين بو انه اتصغن مساكين طفنا الريتيرو خذ من العمر نصني يكمر جمعنا اني تحسيسات وشينا السيده والسيده للاسف رجل تعليم النيق وذباباس اثنين الفنانات معروفات ذانيتا ذي النظار وكذلك ذي المغرب يشتن تغنج ويشتن النغني تسمى يخفنس مؤثرة كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسينغماني تقني غنبا بنسن وينا يجا تسمى حذاري ثم حذاري ذي ثندينتا هارين ثندينتا ربدا غفار وربدا ثندينتا شزيسن أتقذا كني واتشنا يوم ييثما سويثما سنتا أمام المحكمة الابتدائية بهندينة النظارة كيوم ممثل مراد
الثواب ديال السنتيدات اتهمان. الله اكبر الحق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في انتظار جديد القضيه اجا كيومنيري اكيسن الصوت والصوره.